السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة الصف الخامس الابتدائي، النهاردة إن شاء الله هنحل امتحان نهائي ضمن سلسلة الامتحانات النهائية اللي احنا بنحلها بقالنا فترة. إن شاء الله النهاردة هنحل امتحان كامل على المنهج. وطبعا الناس اللي لسه أول مرة تشوفني أو أول مرة تدخل القناة، منهج الصف الخامس كله موجود فيديوهات في الفيديوهات بتاعته في القناة، في قوائم التشغيل فوق كده عنوان رئيسي في العناوين اللي فوق، هتضغط عليها هتلاقي قائمة تشغيل مكتوب عليها الصف الخامس الابتدائي، وفيها كمان فيديو ازاي تكتب باراجراف وفيديو ازاي تكتب ايميل للناس اللي بتسألني كتير عن موضوع الباراجراف والايميل في التعليقات. اتمنى يا رب تكون اكون بفيدكم وتكون الفيديوهات بتاعتي بتفيدكم. ونبدا بسم الله الفيديو. بس قبل ما نبدا اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو وتشيروه لو عجبكم عشان كل اصدقائكم يستفيدوا باذن الله. نبدا الفيديو على بركه الله. طبعا يا حبايبي ده كتاب بيت باي بيت اللي هو كراس المراجعه اللي نزل الفتره الاخيره في المكتبات، وطبعا هو اول ما نزل انا وانا جبته قلت لكم روحوا هاتوه، لان في ناس في التعليقات قالوا لي احنا مش لاقيينه، هو بيخلص بسرعه للاسف، الكتب الخارجيه بتتسحب بسرعه وبيعدي لو عدى عليها فتره في المكتبه وما اتبعتش بيصدروها تقريبا او بيرجعوها مكانها، بحيث ان هم يعني لازم الكتاب ينزل يتباع تشتروه في نفس الفتره اللي هو نزل فيها. ده كراس المراجعة اللي نزلت الفترة الأخيرة، وده امتحان نهائي منها هنحله مع بعض. وطبعا احنا قلنا قبل كده نظام الامتحان سهل جدا ودربنا عليه كتير. أول سؤال بيبقى listening وتاني سؤال بيبقى listening استماع. يعني ايه listening؟ يعني بنستمع للمدرس. أنا في صفحة 84 يا جماعة بمناسبة عشان الناس اللي بتقولي اكتبي قولي رقم الصفحة عشان الناس اللي بتتابعني. اول سؤال listening سهل جدا، مفيش اسهل من كده. اسئله listening المدرس في اللجنه بيقرا الكلمه وانت بتحط دايره حول الكلمه، حول الكلمه المظبوط اللي هو بيقولها. يعني مثلا قال بلين احط دايره على بلين، هنا قال كاتش احط دايره على كاتش، هنا قال سنت احط دايره على سنت، وهكذا. ده اول سؤال. تاني سؤال محادثة، وطبعا هو المدرس بيقراها في اللجنة برضو واحنا بنكتب الكلمة الناقصة. وطبعا احنا ولاد شاطرين هم مذاكرين المنهج وحافظين الكلمات اللي علينا، ممكن كمان من غير ما المدرس يقولها بنعرف الإجابات، بس طبعا لازم نستنى لما هو يقولها. المحادثة بتاعتنا لازم الأول قبل ما المدرس يقرأ المحادثة لازم نعرف هي بين مين ومين، والموضوع العام بتاعها بيدور حول ايه عشان نبقى فاهمين. طبعا المحادثة دي بين ياسر وبين داد اللي هو بابا. ياسر بيقول له داد بليز اي وونت تو بلاي فوتبول، داد اتس 5 اوكلوك بي باك ات 6، يعني ارجع او عد للمنزل الساعه 6. بي باك طبعا كلنا يا حبايبي عارفين كلمه باك، بي اي سي كي كلنا عارفينها. اوكي داد هو ويل بلاي ويز يو، مين اللي هيلعب معاك؟ ويز مع هنا. ماي فريند ايمن صديقي ايمن، قال له ايه بقى؟ قال له وير ويل يو بلاي، وير اللي هي اين يا حبايبي كلكم عارفينها. ايل بلاي ات ذا بارك، بارك كلنا عارفينها برضو. تمام. السؤال اللي بعد كده عبارة عن بنطلع في كل سطر في كلمة مختلفة بنحط عليها دايرة ونكتب بديل لها، هنا بديل مشابه للكلمات الموجودة. طيب هنا delicious quiet careful big. طبعا احنا كولاد شاطرين وحافظين الكلمات هنعرف نميز ان دي كلها صفات. delicious لذيذ، كويت يعني هادئ، careful حريص او حذر. طيب ايه المختلفة؟ big اللي هي يلتقط او يقطف، هي المختلفة واحط عليها دايرة واكتب هنا اي صفة، happy hungry sad اي صفة. طب تعالوا معايا نمبر 2، كامب سينما لانش سكول، كلها زي ما انتم ملاحظين ايه شاطرين كلها اماكن ما عدا لانش، يبقى احط دايره على لانش واكتب هنا مكان هوسبيتال بانك سكول اي مكان. نمبر 3 زينب هاني هاله هاجر، طبعا واضحه جدا كلهم اسماء بنات ما عدا هاني اسم ولد، هحط عليه دايره واكتب هنا ليلى منى اي اسم بنت. نمبر 4 إريزر ماركر سالاد بيبر، كلها أدوات كتابية، إريزر ماركر بيبر، إريزر اللي هي الأستيكة، ماركر اللي هو قلم السبورة زي ما انتوا عارفين أو العلامة، وبيبر اللي هي ورقة. طيب سالاد سلطة هي المختلفة، يبقى سالاد دايرة وحط هنا أي حاجة ولتكن كلمة بورد، رولر مسطرة بورد سبورة أي حاجة. سوسر سمر وينتر فول، طبق فنجان ودي فصول السنة،
فصول السنة ناقصها واحد، انتوا عارفين ان فصول السنة أربعة. طيب الصيف والشتاء والخريف، فاضل الربيع اللي هو سبرينج، يبقى احط دايرة على السوسر واكتب هنا سبرينج. يا رب يكون الكلام واضح والأسئلة سهلة جدا لغاية دلوقتي، والامتحان نظامه سهل واحنا اتعودنا عليه. طيب لتشوز، لتشوز قلنا اتفقنا نظامه ان احنا اجي احل جملة لتشوز بستبعد الاول الكلمات اللي ما تنفعش. وين ديد اي مات ذا سبيكتشر، ها طبعا ده سؤال اهو بادئ بوين وبعدين في ديد. احنا اتفقنا ما دام سؤال في الماضي او المضارع لازم اللي يجي بعد الفعل يكون في المصدر، يبقى ايه؟ بينت. طيب نمبر 2، امجد از ان هيز بيدروم، هيز بيد، امجد از ان هيز بيدروم، هيز بيد، امجد موجود في اوضته بيعمل ايه في سريره؟ بيرتبه. طبعا ترتيب السرير اللي هو ايه؟ ميكينج هيز بيد، ميك بيد يعني رتب السرير، خدناها. طب نمبر 3، ها جيت سام بوب كورن، احنا خدنا الاقتراحات قلنا في هوا باوت يجي بعدها الفعل المضاف له اي ان جي او ليتس ويجي بعدها المصدر ليتس دي. نمبر ايه اللي هي ايه؟ نمبر 4، اي دونت هاف انف اي تو باي جوس، انا مش معايا ايه كفايه عشان اشتري عصير، طبعا ماني دي. تمام، وبكده يكون التشوز خلص. نتنقل على الصفحة اللي قصادها، صفحة 85، القطع، سؤال القطع بعد التشوز. القطع بيجيب لنا قطعة 3 4 سطور زي ما انتوا شايفين، بتبقى سهلة جدا برضو، بنقراها مرة واثنين وثلاثة ونركز عشان، وطبعا الأسئلة كلها بتبقى مباشرة وجاية من القطعة، بتبقى من قلب القطع، ما بيجيبلكش حاجة من بره. ولو لقينا كلمة صعبة مش مشكلة، بنقرا القطعة أكتر من مرة عشان نفهم المعنى العام ليها. عادل was busy on Friday، busy يعني ايه يا حبايبي؟ مشغول. تمام، in the morning عمل ايه بقى؟ كان يوم الجمعة مشغول ليه؟ عمل ايه؟ in the morning he painted a picture، he planted a seed، seed يعني ايه؟ بذرة، زرع بذرة and watered it، وسقاها او رواها. he called his friends، اتصل بأصدقائه، called هنا يعني اتصل، حسام and رضا. He invited them، كلمة invited يعني شاطرين، دعاهم أو عزمهم for lunch على الغداء. عادل roasted some meat، ها they eat under a tree، كلوا تحت الشجرة. In the afternoon في بعد الظهر they weeded the garden and cleaned it، they were happy. كلها كلمات احنا واخدينها كويس جدا، واللي حافظ كلمات مش هتقف قصاده حاجة إن شاء الله. تعالوا معايا لما نشوف الأسئلة. طبعا بيجيب لك أول حاجة 3 نقط صح وغلط. عادل روستد سام تشيكن، لا صميت، يبقى غلط. تمام كده، أحط هنا علامة هنا فولس. طب نمبر 2، ذا بويز كليند ذا جاردن ان ذا افترنون، هم نظفوا الحديقة بعد الظهر. تعالوا كده ما نشوف، اه اهم ان ذا افترنون، يبقى صح. تمام، نمبر 3، عادل بنت ذا بيكتشر اون فرايداي، عادل رسم صوره بالالوان يوم الجمعه، اهي عادل ووز ان ذا مورن هي بنت ذا بيكتشر، اه يوم الجمعه، يبقى صح. تمام، طب تعالوا معايا، في سؤالين اجابتهم بتبقى من قلب القطعه. وير ديد ذا بويز هاف لانش، الاولاد خدوا الغدا فين؟ اهو اندر اتري، هتحط خط تحت الاجابه اللي في القطعه وتنقلها تحت اندر اتري. طب نمبر السؤال بعد كده، وين ديد عادل بنت اسيد، ها عادل امتى بلانت، سوري بلانت اسيد، امتى زرع بذره، ها اون فرايداي مورنينج، اون فرايداي مورنينج او اون فرايداي بس يوم الجمعه. تمام، طب تعالوا معايا السؤال اللي بعد كده، ترتيب جميل وسهل جدا جدا وجمل انتوا واخدينها كتير. طبعا ببدا بالكلمه اللي تحتها خط. طيب ماي دي ضمير الملكيه بتاعي انا، ماي ايه؟ يبقى ماي هير على طول، از فيري لونج. طيب نمبر 2، از بادئ سؤال باز يعني هل، يبقى لازم يجي بعدها الفاعل، لازم از يجي بعدها فاعل. طب يلا يا حبايبي فكروا معايا كده، ها ما ينفعش اقول از انكل، is uncle، اقول is her uncle، هل عمها is her uncle، ها on a bicycle. طيب يبقى is her uncle on a bicycle. number 3،
did a plant when رامي seed. يبقى when بدأ ب when طبعا، بعد when لازم مساعد did، وبعدين الفاعل رامي، ها when did رامي، وبعدين الفعل في المصدر plant a seed. يبقى when did رامي plant a seed. number four greet دي يعني ايه؟ يحيي، خدناها. طيب هناء، مدام هناء الفاعل، جملة عادية بادئة بالفاعل هناء لازم الفعل بعدها، فين الفعل هنا؟ اهي هناء. يلا في عندك فعلين، يلا حبايب. هناء greeted them، هي حيتهم، هناء حيتهم او احتفلت بيهم with roasted beans. هناء greeted them with roasted beans. طب تعالوا معايا كده على السؤال اللي كلكم معظمكم بتشتكوا منه، سؤال سهل جدا، ده هيبقى ان شاء الله عليكم في اعدادي بقى وعليكم في سنه سته، اسمه باراجراف في سنه سته وفي اعدادي. مش هيجيب لكم بقى صوره كده هتبقوا كبرتوا بقى ان شاء الله، فمش هيجيب صوره، هيقول لك اكتب باراجراف بس كده من كذا جمله، مثلا سبع جمل في سنه سته ومن غير صوره. هو انتوا هنا السنه دي جايب لكم صوره عشان انتوا لسه صغيرين، سنه سته ان شاء الله مش هيجيب صوره، وطبعا مش هتفرق معانا خالص خالص. طيب هنا اكتب خمس جمل ازاي على صوره زي دي؟ بجيب اي جمل من عندي تمشي مع الصوره، طبعا بكونها في دماغي بالعربي الاول وبعدين بحطها، وجمل ممكن اجيب مش خمس جمل، ممكن اجيب عشر جمل. تمام. طيب هنا العائله كلها بتتناول الاكل مثلا او الغداء، هنقول ايه؟ ها هقول ايه؟ Yesterday I had lunch with my family، انا تناولت الغداء مع عائلتي. او last Friday، الجمعة الماضية انا تناولت الغداء مع عائلتي. my mother cooked chickens and rice. تمام كده. مثلا I like fish. I have، اكتب هنا كده مثلا، بصوا خلي بالكو، I have a sister and a brother، انا عندي اخ واخت. On Friday we watch TV، احنا بنتفرج على التلفزيون. After lunch، بعد الغداء. تمام كده. We have lunch، we always have lunch، احنا دايما بنتناول الغداء مثلا at 3 o'clock، الساعة 3. في جمل كتير جدا ممكن تجيبها على الصورة. ممكن واحد تاني يقول لي طريقة تانية، يقول لي مثلا ايه، انا اشوف الصورة فيها ايه واكتب I can see كذا زي كذا، يعني انا شايف فلان وفلان هما بيعملوا كذا. يعني الطرق كتير انك تكتب باراجراف، سهل جدا من قلب الصورة، بس اهم حاجة تكون مكون الجملة صح، والجمل اللي انت جايبها لها علاقة بالصورة او حتى ملهاش علاقة قوي. يعني ممكن مثلا واحد هنا يقول I like fish، هنا ملهاش علاقة، مثلا أنا بحب السمك. صاحب أي جمل لها علاقة بالصورة هتتحسب صح. تمام. طيب السؤال الأخير بنكتويشن، بيجيب لك جملتين، كل جملة فيها نقطتين، يعني هنا شيماء الإس، وهنا الأبوصرف بتاعت وزن بيزي أون سارز داي، وهنا التي بتاعت سارز داي، وفي الآخر في نقطة. طب تعالوا معايا، وين الدبليو هو عاملها برضو، نتأكد نأكد عليها ونحط عليها خط صغير كده تحتها. وين ديد ذا جراند ماذر كيس مها اند سهام، مها الام وسهام الاس، وفي الاخر بحط في الاخر علامة استفهام لان ده سؤال. بكده كل امتحان خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله الامتحان بتاع نص السنة هيبقى اسهل بكتير من الامتحانات ديت، واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.